أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلبة طلاب الصف السادس. سأقوم أنا معلمة المادة المعلمة سماح فلاح بإعطاء مادة التربية الوطنية والمدنية لطلاب الصف السادس. فمرحبا بكم طلابي ومرحبا بالعلم المفيد والفرحة الأكيدة. أهلا بكم معنا في بداية العام الجديد. معكم معلمة المادة سماح فلاح. بداية يا عزيزي الطالب، لماذا ندرس التربية الوطنية والمدنية؟ أولاً لتزويد الأفراد بالأدوات اللازمة لفهم النظم السياسية بشكل واقعي وإيجابي، وثانياً مساعدة الأفراد على فهم حقوقهم وواجباتهم لتمكينهم من ممارستها وتأديتها بشكل أفضل. ثالثاً ترسيخ القيم في النفوس، وتساعد الأفراد على ممارسة حقوقهم المتعلقة بالمشاركة السياسية ودورهم في صنع القرارات التي تؤثر على سير حياتهم. التعريف بالقضايا العامة الحالية التي يمر بها المجتمع الذي يعيشون فيه، كما ترسيخ أهمية التعاون الدولي بين الثقافات والمجتمعات المختلفة، وفهم أهمية النشاطات السياسية على المستوى الدولي. التركيز على ضرورة الخدمات الحكومية والاجتماعية والمساهمة في إنجازها وتقديمها للمجتمع واستخدامها الاستخدام الأمثل دائماً. عد مادة التربية الوطنية والمدنية. الوحدة الأولى يا عزيزي الطالب بعنوان الأسرة والمجتمع، حيث تحتوي على الدرس الأول والذي بعنوان الأسرة الأردنية، الدرس الثاني والذي بعنوان المجتمع الأردني، الدرس الثالث بعنوان التكافل الاجتماعي. أما الوحدة الثانية يا عزيزي الطالب فهي بعنوان العيش المشترك، الدرس الأول الحوار، الدرس الثاني التسامح، الدرس الثالث حل الخلاف. الوحدة الثالثة يا عزيزي الطالب السلامة المرورية، الدرس الأول بعنوان حوادث المرور، والدرس الثاني بعنوان الوعي المروري، والدرس الثالث بعنوان إشارات المرور. عزيزي الطالب، منهاج التربية الوطنية والمدنية يعد من المباحث الدراسية الهامة، كونه يوفر المعرفة اللازمة لبناء الإنسان السوي جسداً وروحاً، ويكسب المهارات اللازمة لخدمة نفسه ومجتمعه والحكم على ما يمر به من مواقف وأفكار، خاصة وأننا في عصر باتت فيه المعارف وطبيعة الحياة الإنسانية في تطور وتغير متسارعين، مما جعل من حفظ هذه المعارف واستذكارها أمراً في غاية الصعوبة. ومن الأجدى التركيز على القيم التي تشكل المعيار السليم الذي يستعمله الإنسان في الحكم على ما يمر به من مواقف، وعلى تعلم المهارات التي تفيده في حياته أثناء دراسته وبعدها. الكتاب يا عزيزي الطالب يراعي استراتيجيات التدريس والتقويم الحديثة. وهنا يا عزيزي الطالب أبين لك الكتب المعتمدة لمادة التربية الوطنية والمدنية، الجزء الأول والجزء الثاني. وكما قلت سابقا أن الجزء الأول يتكون من ثلاث وحد، أما الجزء الثاني فيتكون من وحدة بعنوان الدولة والنظام، وتناولت عدة مواضيع بدءا بدراستها أركان الدولة والدستور ونظام الحكم. أما الوحدة الخامسة
فجاءت بعنوان المواطنة وتناولت دراسة مواضيع الانتماء والمشاركة والعمل التطوعي. الوحدة السادسة فقد جاءت بعنوان السيرة الحضارية وتناولت جزءا من السيرة الحضارية الأردنية في 3 محافظات العقبة، معان، والطفيلة، بهدف إبراز معالمها الحضارية وتطورها التاريخي. إلى هنا عزيزي الطالب أكون قد انتهيت، وأتمنى لكم سنة موفقة بإذن الله، وشكرا لكم وشكرا لحسن استماعكم. كانت معكم معلمة المادة المعلمة سماح فلاح. إلى اللقاء أعزائي الطلبة.